هذا مكان سقوط الكف الأيسر لأبي الفضل العباس عليه السلام. أغلب الزوار يندلوا لأنه صاير مقابل الصحن الشريف، لكن لو أحد الأشخاص سألك وين مكان الكف الأيمن؟ واليوم راح ندليكم مكان الكف الأيمن اللي أغلب الزوار ما يندلوا أو ما منتبهين عليه. نعوف مقام الكف الأيسر على يميننا ونطلع قبل بخط مستقيم باتجاه شارع بغداد إلى أن نوصل لهذا الشارع اللي ركنه محل مال عصائر ومرطبات، وهناك راح نلقى قطعة مكتوب عليها كف العباس الأيمن عليه السلام. وهذا الشارع هو عبارة عن سوق يسموه سوق الكف، مشهور جدا. هم جايين لهذا السوق ومشترين منه؟ ومسافة 100 متر تقريبا من بداية الشارع راح نلقى مقام الكف الأيمن لأبي الفضل العباس عليه السلام. كتبوا لي بالتعليقات هم زايرين هذا المقام قبل؟